تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع. وأظن هذا الأحد فعلا أجمل أحد، يعني نشين الصباح الحمد لله على أمطار وجو لطيف وبرودة وجو جميل، يخلي واحد ينطلق إلى دوامه، ما يغيب عن دوامه، لا ينطلق إلى دوامه بابتسامة واسعة وروح إيجابية عالية وطاقة لخدمة هذا الوطن المعطاء. نصبح عليكم ونصال برنامجكم برنامج صحة وسعادة لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعات المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء رحب معاي اليوم في الطاقم الموجود معاي في الإخراج، معاي أيمن فرحي، صباحك ورد يا أبو نوح، ومعاي اليوم في التنسيق ميرا المري، صباحك ورد. وهذه محادثتكم دكتور ندى الملا، غبنا عنكم اسبوع لطاف لان كان ما شاء الله اجازه جميله جدا، اتمنى ان الكل استفاد منها. وانا دائما اشجع الناس من حولي، مرضاي، اهلي، دائما ان احيانا نستغل استغلال الاجازات. ليش؟ ترى الصحه البدنيه مرتبطه جدا بالصحه النفسيه، ما نقدر تجيب اجازات وتخلص ونحن نكون كسولين وبكذا نقعد في البيت قدام التلفزيون أو على التليفون طول يوم خاملين وما نتحرك، وتخلص الإجازة وإحنا ما جددنا طاقتنا، ما جددنا نفسيتنا، بالتالي ما نقدر نرجع للعمل بطاقة أعلى، بنفسية أفضل، ما نقدر ننتج أكثر. فمهم جدا 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 نحضر الإجازات، استمتعوا بالهواء الطلق، اطلعوا في بلادنا الجميلة في المناطق المفتوحة، اتمشوا، غيروا جو، استمتع بالمناظر بعيدة عن السيارات وبعيدة عن المباني وبعيدة عن التلوث، روحوا في مناطق البر اللي عندنا في البلاد، على الجبال، على البحر، جددوا طاقتكم النفسية عشان تكون صحتكم الجسدية أفضل. وهذا مو كلام أنا بس أقوله، في وايد دراسات أثبتت أن الإنسان لما يصير في الهواء الطلق في المناطق المفتوحة عند البحر، الجبال، الخضرة وغيره، تتجدد نفسيته وبالتالي يكون صحته العضوية أفضل، صحته البدنية أفضل. احنا ان شاء الله ننتقل الحين بما نتكلم عن صحتنا البدنيه وصحتنا النفسيه في اليوم موضوع جدا جميل، اعتقد انه يعطينا سعاده بدنيه وسعاده نفسيه، دي فوائد الشوكولاته الداكنه. من ما يحب الشوكولاته؟ والله بجميع الوانها، بيضه، سمراء، داكنه، خضراء، صفراء، كل الشوكولاته حلوه. فالحين راح تكون معنا ان شاء الله عن طريق الهاتف اخصائي التغذيه هنادي حسني، راح تقولنا في فوائد الشوكولاتة الداكنة. صباحك ورد أستاذة هنادي. صباح النور دكتورة ندى، حياتي. الله يحييك. أعتقد أن اليوم تكون محبوبة جدا لأن تكلمين عن الشوكولاتة اللي الكل ما شاء الله يحبها، ما أعتقد في حد يقول لا للشوكولاتة. صح. هلا مثل ما تفضلت دكتورة ندى، الشوكولاتة اللي هي يعني لما الإنسان يأكلها تجلب له شعور السعادة، فهي الشوكولاتة عند أكلها بتساعد على إفراز هرمون السعادة السيروتونين. هلا في بعض الأشخاص لما يتضايقوا ويكون نفسيتهم يعني منتعش يلجأوا لأكل الشوكولاتة، وفعلا هي بتعدل المزاج وهاي بسبب إفراز هرمون السعادة مثل ما قلنا. هلا خليني أتكلم أول شيء عن طريقة تصنيع الشوكولاتة وإيش مصدرها. هلا الشوكولاتة هي مصدرها حبوب الكاكاو اللي يتم استخراجها من شجرة الكاكاو. تقوم بأخذ الحبوب وطحنها واستفصلها إلى جزئين. هلا الجزء الأول اللي هو زبدة الكاكاو والجزء الثاني بودرة الكاكاو. هلا زبدة الكاكاو دكتورة ندى، هلا أنت قلتي إنه في ناس بيحبوا الشوكولاتة البيضاء
وناس الشوكولاتة الدافنة. هلأ فأنا رح أفرق للشوكولاتة البيضة بطريقة سريعة بعدها أذكر فوائد الشوكولاتة الدافنة. هلأ الشوكولاتة البيضة هي عبارة عن زبدة الكاكاو مضاف إليها كميات كبيرة من السكر والفانيلا، وبالتالي هي شوكولاتة يعني ما بنحبذ تناولها. هلأ بعض الأمهات بيفضلوا يعطوها للأطفال بيعتقدوا إنها ما فيها كافيين، صح؟ الأم تقول والله ما في كافيين عشان الطفل ما يكون نشيط، بس هي بتعتقد إنه اللون الأبيض هو هذا حليب، هي ممكن تعوضه يعني تعطيه كمصدر حليب، بس هي ما فيها حليب، هي فانيلا وسكر ودهون. يعني هي شوكولاتة، هالشوكولاتة الشريرة، بعض الشوكولاتات طيبات، صح؟ أيوة أيوة. لكن هلأ بتطرق إيش هو النوع المفيد للجسم. هلأ في النوع الثاني اللي هو الشوكولاتة مخلوط بالحليب الباودر اللي هو بيكون فيه نسبة من بودرة الكاكاو بالإضافة للحليب، هاي مفيدة للأطفال، لكن كل ما زاد نسبة الكاكاو الباودر المضاف إليها بتكون فائدتها أعلى. هلأ الأطفال ما بيحبوا ما بيميلوا إلى الشوكولاتة الداكنة، لكن نحاول نعطيهم نسب مثلا أقل. في هلأ الشوكولاتة الداكنة بتروح نسبها من 30% إلى مثلا 100%. هلأ مش حيقدروا ياخذهم مثلا اللي نسبتها 70 و80 و90، بس إنه نحاول نعطيهم مثلا 30% 50%، طعمها بيكون طيب ونفس الشيء أخذوا الفائدة منها بسبب تركيز اللي هي زي ما قلنا مادة الكاكاو اللي هي فيها الفوائد. هلأ وليش هي فائدة يعني مادة الكاكاو كل ما ارتفع التركيز بيكون له فائدة أكثر؟ بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الفلافينول ومادة البوليفينول. هلأ هاي مضادات الأكسدة إيش بتعمل؟ بتحفز إفراز نايتريك أسيد، وهذا الغاز بدوره بيعمل على توسعة الأوردة الدموية. هلأ ولما تتوسع الأوردة الدموية بالتالي بيساعد على تقليل ضغط الدم وإله أثار إيجابية لتقليل أمراض القلب والشرايين وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم اللي هو الـ NDL. هلأ كل هاي الفوائد كل ما زاد تركيز مادة الكاكاو بيكون نحصل على فوائد أعلى، كما إنه بيعمل على توسيع اللي هو الأوعية الدموية، بالتالي بيزيد من تدفق الدم الدماغ وزيادة الأكسجين إلى مشان هيك لما بدنا نعمل أي عمل يحتاج إلى تركيز بتلاقينا منها إلى أكل الشوكولاتة، لأنها هي بتنشط الذاكرة وبتقوي من تدفق الدم للدماغ. وبتقل كمان من أمراض الزهايمر، مرض باركنسون كمان، وبتزيد من مناعة الجسم. وكمان لقوا في دراسات كثيرة لأنه اللي بتناولوا الشوكولاتة الداكنة بكميات يعني منيحة مثلا 2 إلى 3 مرات في الأسبوع بيزيد من مستويات البكتيريا النافعة عندهم في الأمعاء. هلا نيجي كمان لا مو معناته إنه إحنا نفرط في تناولها، لأنه بالنهاية الشوكولاتة الداكنة هي شوكولاتة مصنعة بتضطروا إلى إضافة الدهون إلها ونسبة قليلة من السكريات، بالتالي للي بيخافوا على وزنهم من زيادة أو اللي عندهم زيادة في الوزن ما بننصحهم الإفراط في تناول الشوكولاتة الداكنة. يعني صح لها كثير فوائد، لكن كل شيء دائما الاعتدال بتناوله، وكمان هي عالية بالكافيين فلازم الاعتدال بتناولها. هلا كمان بحب أذكر يعني مكوناتها للشوكولاتة الداكنة. تقريبا 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة بيزودنا ب 11 جرام من الألياف، فهي نسبة الألياف فيها عالية، وبتحتوي كمان على تقريبا 67% من احتياجات الإنسان من عنصر الحديد. يعني للأشخاص اللي عندهم فقر الدم احنا بننصحهم بتناول الشوكولاتة الداكنة. ممتاز. كمان بتحتوي على كثير من المعادن مثل معدن الفسفور، الزنك، السيلينيوم، وهاي المعادن مفيدة للجسم. هلأ هاي أهم الأشياء اللي تكلم عنها. احتياجاتنا تقريبا ما تزيد عن 30 جرام في اليوم. 30 جرام من الشوكولاتة تقريبا بعطينا 150 سعرة حرارية. ممتاز. بس إيش مثل ما قلتي باعتدال ما يضر. باعتدال. باعتدال. بالضبط. ممتاز. ناخذ الفائدة المرجوة وما يكون إلها
أضرار جانبية، مثلا إذا أخذ الإنسان كميات كبيرة ممكن يؤدي إلى يعني أرق وعدم النوم المنتظم، ممكن يؤدي مثل ما قلنا لأنه هي فيها دهون، ممكن يؤدي إلى زيادة الوزن. فكل هاي برضو مضاعفات في حال أن استهلكنا كميات كبيرة. المخرج يسألك إذا أخذت الشوكولاتة الخام هل هي نفس الفوائد الشوكولاتة العادية؟ الكاكاو الخام، الكاكاو الخام فوائده جدا مفيدة، بالعكس الكاكاو بودرة الكاكاو هي يعني زي ما قلنا نسبة الحديد فيها مرتفعة، وهاي بتكون ما فيها دهون. الشوكولاتة الداكنة بعد التصنيع بيضيفوا إليها دهون، لكن خامة الكاكاو هي نسبة الدهون فيها جدا متدنية، بالعكس أفيد من الشوكولاتة الداكنة كمان. ممتاز عيدر، بتفضل مخرجنا. هذا اللي دائما بننصح إحنا يعني جميع فئات المجتمع أن يأخذوا شراب الكاكاو، بودرة الكاكاو مع إضافة يعني كمية قليلة من السكر. هاي للي عندهم فقر دم، للي عندهم ضعف في الذاكرة، للي بيعانوا من مشاكل الإمساك مثل ما قلنا فيها يعني نسبة الألياف عالية، نسبة الحديد جدا عالية فيها، فهي بالعكس جدا مفيدة. ممتاز ممتاز، ما شاء الله طلعت فوائد كثيرة للكاكاو والشوكولاتة. مثل ما قالت أخصائية التغذية إن نأخذ كل شيء باعتدال، ما بيسبب زيادة وزن، ما بيضرنا، لكن رح يكون فيه له فوائد. ومثل ما قالت نختار الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة، لأن كل ما رح نصوب الداكن كل ما كان فيه فوائد أعلى. شكرا لك أستاذة هنادي حسني هذه المداخلة بخصوص فوائد الشوكولاتة الداكنة. شكرا لك، نهارك سعيد. أهلا وسهلا. هي بعد طرت موضوع الكاكاو أو شراب الكاكاو، بما أن الجو الحين جميل في كثير من الناس تفكر أن شراب الكاكاو مضر ولازم ما نعطي عيالنا. أنا واحدة صراحة أنا أحب أعطي عيالي، لأن عيالي ما يشمون طعم الحليب، فأحط لهم الكاكاو الشراب الكاكاو شوية مع كاكاو داكن الكاكاو الخام، أحط لهم أخلطهم الاثنين وأحط لهم، بس ما أحط عليه كريمة مخفوقة، ما أحط عليه حلاوة القطن أو المارشميلو أو أي هذا، بالتالي ما أزيد فيه سعرات حرارية أكثر. لكن إذا عيالي يشربون حليب كحليب هذا جدا ممتاز. في بعض الأطفال منهم يعني ما يشربون طعم الحليب كحليب نفسه، فأخلط الكاكاو الشراب، بس أن كاكاو شراب سكر فيه جدا عالي، أخلطه مع كاكاو الخام، كاكاو البودرة ما الخام هذا ما فيه سكر، أخلطه مع بعض يكون طعمه جميل. وكيف ما قلنا لا تحطون إضافات وايدة، في ناس ما شاء الله تبالغ تحط عليه كراميل وتحط عليه كريمة مخفوقة وتحط عليه مارشميلو وعقب تحط عليه صوص فراولة، وما شاء الله يستوي انت 500 سعره حراريه كوب الكاكاو هذا، عقب تقول ليش وزني ما ينزل. فحين تكلم في الموضوع اكثر عن مره نحاسب يا جماعه احنا شو نشرب، يعني يكون عندنا وعي ان كل شيء راح اضيفه على ال- 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 الشراب مالي، يعني الكاكاو حتى القهوه السوداء حتى الكابتشينو او اللاتيه، الكابتشينو او اللاتيه نفس الكيف يعتبر 110 ل 120 سعره حراريه اذا اخذناه بالحليب كامل الدسم. فهو كابتشينو أو لاتيه أو قهوة بالحليب نفسها ما في سعرات حرارية غنية، لكن يستوي دبل في سعرات الحرارية دبل لما أنا أبدأ أضيف عليه كراميل، أضيف عليه كريمة مخفوقة، أضيف عليه وأضيف عليه وأكمل أضافة عليه أشياء هني تزيد السعرات الحرارية، بالتالي يستوي اللي أنا قاعدة احتمال أستهلكه من المشروب أكثر من أستهلكه من الطعام. وقلنا من قبل إسبانش لاتيه اللي كثير من الناس تحبه فيه يمكن 500 سعرة حرارية في الكوب، في بعضهم أنواع في 1000 سعرة حرارية إذا كل ما كثر الكراميل وما كراميل، لأن الإسبانيش لاتيه فيه حليب مركز محلى، أوكي؟ فتخيلوا كمية السكر سعرات الحرارية فيه. ما نقولك ما تشربون تشربوا، ولكن خلي يكون عندنا وعي. أنا بشرب كوب من إسبانيش لاتيه هذا شو لازم أنا ألغي النظام الغذائي، وأنا أشوف صراحة كمية الحلاوة والسعرات الحرارية فيه اللي بدنا نقول يعني ما يشوف أنا أدخل جسمي في سعرات حرارية من كوب قهوة واحد. نختار بالأساس. احنا نطلع ان شاء الله فاصل، بعد فاصل راح نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. في إطار حرص هيئة الصحة على توفير نطاق شراكاتها الاستراتيجية وزيادة الدعم المقدم، يعد منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الفعالية الأبرز في المنطقة والعالم،
التي تسلط الضوء على تحسين إدارة المشاريع. ومع ازدياد المشاريع في الاقتصادات العالمية، باتت إدارة المشاريع الفعالة تلعب دورا أكثر أهمية في تنظيم عمليات الأعمال. ويهدف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع إلى تنظيم إدارة هذه المشاريع باستخدام المعايير العالمية من خلال حصص تدريبية وندوات وغيرها. في هذا المنتدى تحظى هيئة الصحة بدبي بقوة من خلال مكتب إدارة المشاريع الذي يمثل أحد أهم الوحدات التنظيمية في هيكل الهيئة. طبعا هي فكرة حضور الهيئة ومشاركتها، وشو هذا المنتدى دبي العالمي، وشو النتائج المتوقعة من مشاركة الهيئة في هذا المنتدى. هذا ما سنتعرف إليه مع مثل ضيفنا الأستاذ سلطان الشيباني، أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي، اللي هو يتواصل معنا حاليا عن طريق الهاتف. صباح الورد أستاذ سلطان. صباح النور أختي، حبيت أصبح عليك وعلى المستمعين الكرام، ونكلمكم حاليا من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في مدينة جميرة. اتكلمنا أول شيء عن منتدى دبي العالمي ومشاركة هيئة الصحة فيه. نعم، منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يعتبر الحدث الأكبر اليوم في قطاع إدارة المشاريع، لأن هذا المنتدى يحضره أكثر من 2000 مشارك وأكثر من 50 متحدث عالمي، وفيه تقريبا 6 ماستر كلاسز وعدد كبير من البارلل سيشنز أو يسمونها المحاضرات الجانبية أو الجلسات المتزامنة. نعم. وتعد مشاركة هيئة الصحة هذه للمرة الثانية بعد ما أطلقنا مسار الرعاية الصحية، وتم تقديم دراستين لحالة حالات مشاريع كانت للسنة الحالية بتكون هي لمشروع سلامة اللي هي الملف الإلكتروني الطبي للمرضى. وفي هذه السنة الهيئة تشارك في مسار الرعاية الصحية بثلاث متحدثين، واللي هم السيد عمار مانجو يتكلم عن استخدام الارتجاع البيولوجي لبناء قادة فاعلين، وعندنا الدكتور حيدر اليوسف ويقدم ورقة عمل عن الرعاية الصحية من منظورين القطاع الحكومي والصحي أو التأمين الصحي من منظور القطاع الحكومي والصحي، وعندنا الدكتور أماني الجسمي بتقدم ورقة عمل عن رحلة سلامة في التحول التنظيمي. ممتاز. أستاذ سلطان، مشاركة الهيئة ما شاء الله بكل هذه المشاريع الجميلة في هذا المنتدى، شو النتائج المتوقعة من هالمشاركة؟ أول النتائج المتوقعة هي رفع مستوى إدارة المشاريع على مستوى الهيئة، رفع أعداد مدراء المشاريع في الإدارات والقطاعات داخل هيئة الصحة، ورفع مستوى الوعي المتعلق بإدارة المشاريع. هذا بيؤدي إلى تسهيل عملية التحول التنظيمي الداخلي من ضمن القطاعات بعد ما مرت الهيئة في تحول تنظيمي على المستوى الاستراتيجي، الحين نزلنا لمستوى المشاريع على مستوى القطاعات والإدارات. ممتاز. أستاذ سلطان، نتكلم سريع عن نبدأ عن مكتب إدارة المشاريع في الهيئة، شو تخصصاته؟ مكتب إدارة المشاريع في الهيئة في عنده تخصصات كثيرة، معظمها تتعلق في الشق الإداري والشق التقني والشق في بعض الجهة من إدارة المشاريع في جزئية في المشاريع الهندسية ومتابعة المشاريع على مستوى الهيئة. ممتاز. بالنسبة للمنتدى دبي العالمي، نذكرهم متى التواريخ مالته لهالمنتدى وين بيكون؟ المنتدى بدأ من يوم السبت أول يومين السبت والأحد في اللي هي الحصص التدريبية أو تسمى بالإنجليزي بالماستر كلاسز، ومن باكر بتبتدي الجلسات المتوازية اللي هي البارلل سيشن، وافتتاح المنتدى من يوم الأثنين والثلاثة تكملة للجلسات الحوارية المتوازية. ممتاز. من المستهدف، من المستهدفين عشان يحضرون مثل هذا المنتدى؟ الفئة المستهدفة هي جميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع إدارة المشاريع. كل مدير مشروع لازم يكون موجود في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع. كل شخص مؤهل أنه يمسك مستقبلا مشروع أو تم تحديد أنه يكون مدير مشروع أو له مساهمة في مشروع لازم يحضر المنتدى هذا، لأن في دائما المنتدى يتكلم عن
واقع إدارة المشاريع والمستقبل، شو راح يصير مستقبلا في إدارة المشاريع. ممتاز، شكرا لك أستاذ سلطان الشيراني أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة، هذه مداخلة وكل التوفيق إن شاء الله في المنتدى. شكرا. ما شاء الله منتدى دبي العالمي، مجرد هل الورش البسيطة ذكرنا إياها أستاذ سلطان، نقدر نشوف إن شاء الله حجم ووزن هذا المنتدى، المواضيع اللي تطرح في الورش الجانبية، ما شاء الله منتدى ضخم، نتمنى كل التوفيق لهيئة الصحة في هذه المشاركة، ونترين إن شاء الله نتائج اللي راح تنتج عن هذه المشاركة. بس أتكلم معكم موضوع شوية بسيط، بما أن الحين مدارس تبدأ تتفتر وراح نبتدي إجازات المدارس، إجازة الشتاء أو إجازة السنة أو أي كان مسمى نسميها. في دراسة لفت انتباهي موجودة في البيان الصحي تقول إن تشبه الدراسة حديثة، وما أظن عشان تحتاج أي دراسة، وأنا دائما أقول هالكلام، ما تحتاج أي دراسة عن هذا الكلام، لكن دائما نفضل ندعم كلام بعض الدراسات عشان يكون عندنا أرقام وأرقام. في دراسة حديثة في بريطانيا كشفت أن ربع الأطفال والشباب يستخدمون هواتف الذكية بطريقة تدعو إلى القلق حول صحتهم العقلية والنفسية. نتائج الدراسة سووها على 40,000 شخص. الدراسة هي سووها على 40,000 شخص تقل أعمارهم عن 20 سنة، هو الأعمار اللي بالعادة تلاقين أطفال ما شاء الله الجزء اللوثي ما تطيح من إيدهم الله يحفظهم، تلاقيهم حتى أنا يعني ما في شيء يزعلني غير تلاقيهم حتى في المولات وفي الحدائق قاعد تلقاري والجهاز اللوحي في إيده، إنني يا أمي شو اللي تلف شو اللي من إيده، تليفون أو جهاز لوحي، أنت ليش طلعت لنا الطفل عشان يكتب بعد مكانه بالجهاز اللوحي؟ فهم سووا على هذه العينة المراهقين والأطفال أصغر سنة. النتائج طلعت إن ما يقرب 23% من الشباب ظهرت عليهم أعراض اضطرابات استخدام الهاتف الذكي، أو في يسمونه PSU، يعني PSU problematic smartphone usage، problematic smartphone usage. يقول الباحثون إن هذا PSU عبارة عن نوع من أنواع الإدمان، مثل الشعور بالقلق العارم حين لا يكون الهاتف متاحا، أو حينما يؤدي وجود الجهاز إلى إهمال الشخص لباقي الأنشطة الأخرى. وأورد الأكاديميون أن هناك علاقة بين هذا PSU اللي هو problematic smartphone usage أو اضطراب استخدام الهاتف الذكي، في علاقة ما بينه وعلاقة مع القلق والإرهاق وقلة النوم فضلا عن المزاج المختلف. هذه رسالة لكل الأمهات وكل الأبهات، والإجازة جاية أول شيء سووه أخفوا هذه الأجهزة قليلا وخططوا لإجازة عيالكم بعيد عن هذه الأجهزة. يا جماعة احنا نضيع سنوات ذهبية من عمر عيالنا وقاعدين قدام هذه الأجهزة اللوحية، لا في تطوير لعقل الطفل، لا في تطوير لصحة الطفل، لا في تطوير شخصية الطفل. بعد فترة رح يصير صعب ان انا استثمر في شخصيته وفي تفكيره وفي ذكائه وفي مهاراته، رح يصير وايد صعب لان يصير عنده هذا الارتباط المرضي بالجهاز. مهم جدا نخطط للإجازات. احنا ايام مدارس اتوقع الأطفال معظمهم ما عندهم وقت اصلا يقضون على الأجهزة اللوحية ما شاء الله مع الامتحانات والبروجكتات والواجبات اللي ما تخلص، لكن في الإجازات حتى في الويكندات حتى إجازة الأسبوع لازم نخطط له بطريقة ما تخلي الطفل قدام الجهاز اللي في هذه الساعات، يأثر أولا على نظره، ثانيا في دراسات أثبتت أن ممكن يكون نوبات فرع لأن الأشعة البنفسجية تطلع منها والطفل يقعد الأربع والست ساعات من غير ما الأم تحس إنه مجرد نص ساعة بتستطوع، فتلاقوهم يقعد بساعات طويلة 6-7 ساعات قدام هذا الجهاز اللي ما يتحرك. ممكن يسوي الآلة مدمنة في الرقبة، ممكن يسوي دس في الرقبة، خلي الطفل يقعد 9-10 سنوات كذا دس في الرقبة بسبب طبعا الجيوش الخاصة على الجهاز، الجهاز في حضن الطفل يعني مثل ما نسميه بالعاميم شندس رقبته أو حان رقبته بحيث إنه يطالع الجهاز، هذه كلها زائد يصير طفل انعزالي، ما في يكون طفل ما عنده مهارات، ما في تطوير لشخصيته، حياته عبارة عن مدرسة واجبات والجهاز لوحي. خططوا للإجازة يا جماعة لتشمل أنشطة، سكروا النت اللي تقول عيالي ما يهدونه، سكروا النت، اجلعوا المودم أو الراوتر في بيتكم واجلعوه تماما، خشوه لا أنتوا ولا هم، قولوا يلا طفوا كله بنطلع برا، لبسوهم تكرمون جوات الرياضة ودفوهم عدد واطلعوا حدايق، ما شاء الله ما شاء الله بلادنا بلاد الأمن والأمان والخير، كل طريق في ممشى روحوا في الممشى هذا،
بدل ما بس يصبرون إيانا ونقول يعانون من السمنة ومن السكري ومفاصلة ما تشلة ويستوي طفل كسول وطفل بليد وما يبغى يتحرك وما يبغى يشارك ينتج بعدين ما يبغى حتى يشارك في المدرسة ما يبغى يلعب رياضة في المدرسة يستين الأم تقول دكتورة عطي إعفاء من المدرسة من الرياضة ليش ما إعفاء يا والله ما في يركض ما في إنه ما له خلق إنه يلعب يا أمهات هذه مسؤولية الجيل هذا مسؤوليتنا لازم إحنا نكون يعني كلنا سلطة في البيت ما في شيء اسمه ما يسمع الكلام قلت لكم اجلعوا الراوتر خشوا في الإجازة وخططوا خليكم مرتبين خططوا للإجازة عشان أول يوم بنسير الحديقة بنسوي رحلة تكنس في الحديقة شل عمركم وغداكم وأهم شيء نحط واقي الشمس ندفع عدل بنقول في الجو مو بارد وايد لازم يدفون اليهال خصوصا صدرهم لما نغطيه ما يلعبوا تحت المطر مباشرة عشان ما ينوضون يتبللون ويبقون الهواء البارد وننظف مكاننا عشان نحافظ على بلادنا نظيفة وصحية ترى هذه القادرات لما احنا نحطها تنقل الأمراض ليش؟ لأن حشرات البكتيريا تنمو عليها وتسبب أمراض شوفوا كيف الدائرة تمشي احنا كلنا حياتنا كلها عبارة عن دوائر متداخلة في بعضها فخططوا أول يوم حديقة ثاني يوم ممشى ثالث يوم يصير ربوع في ربوع بلادي ما شاء الله الجبال والسفوح تنشقوا الهواء المنعش هذا وودوا غياكم معاكم خلوهم يتعرفون على معالم البلاد خلوهم يكونون يبال خلوهم يمشون في الرمل خلوهم يلعبون في البحر هذه كلها أنشطة تعزز من شخصية الطفل وتعزز من صحته احنا كيف نحطنا في صحته يعني بها الطريقة فأجهزة اللوحية تخف ما نقول منعوم 100% ما في مشكلة عطيه ساعة في اليوم ساعة ونص بس ما يكون يومه كامل عبارة عن قعدة على الجهاز اللوحي سوى أنشطة في البيت رسم لعب بالصلصال هذه فقاقيع في البيت يمكن الجو ما يساعد ان يجيب مسابح في البيت لان الجو بارد لكن سووا انشطه في البيت كونوا انتوا استغلوا هالوقت بما ان طول السنه مشغولين دائما مشغولين بين دوام وايام مشغولين بالمدرسه استغلوا هالاجازه لتوطيد علاقاتكم مع عيالكم ابتعدوا معاهم لونوا معاهم ارسموا معاهم اسمعوا لهم احنا دائما نحس احنا نسمع لنا بس احنا ما نسمع ترى احنا ما ننصت احنا فقط نستمع ولكن لا ننصت شو يقولونه ممكن تكتشفوا موهبه في عيالكم ممكن تكتشفون عنده مشكلة مو بعارف يوصلنا إياها أو أنت مو حاسس بأهمية هذه المشكلة هذا الوقت الذهبي استغلوا هالأوقات الذهبية ابتعدوا معاهم وأنا أحس إن لما ابتعد عن الأجهزة اللوحية هذه والدبدبات اللي فيها والتليفونات لما نقعد في قلب الطبيعة يصير كلام أسهل يصير تواصل أسهل وإذا هم هدوا الأجهزة اللوحية نحن أيضا كأهل ما يصير أنا أشل عنه وأنا قاعد على التليفون طول الوقت أقعد على وسائل التواصل وغيرها كلنا ننفصل نخلي تليفوناتنا ونندمج ونروح وأطلق عيالكم يستكشفون يشوفون حشرات كيف يشوفون حشرات أنا عيالنا أكثر مرة ما أدري منو قال لي ولدي شاف سحلية قالها ديناصور ليش ما شاف سحلية في حياته ديناصور بابا وأنا حصل ديناصور الله أكبر ليش لأن ما تخليهم يستكشفون لا يروح لا يطيح لا يروح لا يتعور لا يروح لا يندرس استودعهم الرحمن نفرح حياتهم خلينا يكتشفون الحجارة والحشرات والتراث يلمسون الأشياء بيدهم هذه كلها عبارة عن مستقبلات حسية توصل لدماغ عيالنا وصدقوني تنمي عقولهم خليهم يكتشفون يمكن يوم الأيام عيالنا بيطلعون علماء أحافير ممكن إحنا ما عندنا علماء أحافير كيف ليش ما عندنا ما خلي يعني ينطلقون يكتشفون في البلاد ممكن يكون خبراء في الحشرات فنموا واستثمروا في شخصياتكم نطلع إن شاء الله الحين فاصل أقول ما سولفت عليكم فيه وهم شيء دائما شيء فاصل أدفعكم خططوا مع أطفالكم وعيالكم للإجازات رح نطلع إن شاء الله فاصل بعد الفاصل نكمل صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 600-551-4414 والرسائل النصية على 4006 في إطار شرطنا على توسيع نطاق شراكات الاستراتيجية وزيادة الدعم المقدم للمرضى المعسرين تعمل هيئة الصحة بالبي بشكل متواصل على توثيق علاقتها بمجموعة الهيئات والجمعيات المختصة سواء كان ذلك عن طريق إبرام مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف محددة مشتركة أو فتح المجال لتنفيذ مبادرات عدة لخدمة المجتمع وتقديم الدعم اللازم للمرضى المعسرين إلى جانب طبعاً تنظيم فعاليات وأنشطة مجتمعية التي تصب في مصلحة المعوزين. في الإطار نفسه انعكس اهتمام الهيئة البالغ بتعزيز
منظومة القيم التي يتسم بها مجتمع الإمارات في تضمين هيكلها التنظيمي صندوقاً خاصاً وهو صندوق الصحة لتمثيلها في جميع الأعمال الخيرية والإنسانية والمجتمعية وتوسيع دائرتها لزيادة حجم المستفيدين من هذه الأعمال النبيلة. نتكلم عن الموضوع ونقف على حصاد الأعمال الإنسانية والخيرية للعام الجاري اللي هو عام التسامح. يسعدني يكون معانا اليوم الأستاذ سالم بلاحظ مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بالبي. صباح الورد أخوي سالم، نورتنا في البرنامج. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. نتكلم أول شيء، ما هو صندوق الصحة؟ شو اللي يرتكز عليه وشو نطاق عمله على وجه الكل؟ في البداية طبعا صندوق الصحة كان بدأ على فكرة لدعم الحالات الإنسانية العين المرضية طبعا، وطور الموضوع الفكرة صارت أن فيه التوجه الجديد، يعني بعد ما ريت في الهيكل التنظيمي أنه يشرف على أن يكون للمشاريع الهيئة للبحوث للدراسات أو الابتكار، فصار أن النطاق توسع شوية بالنسبة لصندوق الصحة. يعني احنا تركيزنا السابق كان لدعم الحالات الإنسانية، وما مزال يعني التوجه أو التركيز على دعم الحالات الإنسانية وإطلاق مبادرات تدعم الحالات الإنسانية. يعني ممتاز. نتكلم عن المساعدات اللي تقدمها هيئة الصحة بالبي مع شركاء الاستراتيجيين، شنو هي المساعدات اللي تقدمها؟ طبعا احنا يعني على خبرتنا يعني الماضية قدرنا نسوي يعني مبادرات، يعني زي ما تقولين باقات لمبادرات معينة إذن حاجة المريض أو حاجة المجتمع لها. يعني فبدينا نشتغل أن مع المؤسسات الخيرية أو الجهات المانحة لبرامجنا أن يكونوا رعاة لمثل هذه البرامج. بدينا في إنقاذ قلب في السابق، المبادرات العادية اللي هي المظلة الرئيسية اللي هي مساعدة وهي تغطي كل نوع من المساعدات، أي برامج مساعدات نقدر نساعد المرضى كانت هي المظلة الرئيسية. السنة في عام التسامح الحمد لله نحن أطلقنا مبادرة إنقذ حياة اللي تختص بالكلى، ويعني هذه أكثر المبادرات اللي وصلنا عليها. طبعا اعتمدنا على شركائنا الاستراتيجيين في دعمها. من أهم الشركاء الاستراتيجيين الهيئة في مد يد الخير؟ وطبعا في تبادر للذهن دائما ان احنا نقول احنا مساعدات يعني جمعيات خيريه بالله. بس طبعا احنا فئات المجتمع، يعني طرقنا فئات المجتمع بشكل عام، البنوك، رجال الاعمال، الشخصيات يعني اللي هي الخيره طبعا اللي هي الداعمه، الى جانب الجمعيات الخيريه. فالحمد لله ان حصيله الشركاء اللي عندنا حتى الشركات الاديه لها دور في عمليه دعم الحالات الانسانيه. يعني صار نطاقنا احنا اكثر من ان بس مجرد جمعيات خيريه، دايره سمو اسلاميه، الاوقاف وسمو القصر، البنوك، بعض البنوك الداعمه. يعني فصار عندنا يعني شريحه اكبر من الناس اللي تدعم الحالات. تدعم الحالات، ممتاز. استاذ سالم، تقول لنا عن مبادرات، كثير مبادرات ما شاء الله عندكم كان من قبل ومتواتر قبل وبعدها مستمره، تكلمنا عن المبادرات القديمه اللي هي مستمره معاكم. طبعا احنا اعتمدنا دائما، يعني هو كان الشعار الاساسي كان اسمه مساعد. صح. مساعد مبهل بالانجليزي هي اسيست، يعني انك تساعد المريض ما ظنك انت يعني تعطف عليه ولا هذا. فكان الشعار المساعده وهو كان المظله الرئيسيه لأغلب برامجنا. يعني سوينا فور معين أنك أنت شو نوع الخدمات اللي تقدر تقدمها للمريض من خلال البرامج هذه. طورت الفكرة، صارت أن في مبادرات يعني تخصصية أكثر، مثل إنقاذ قلب بشكل ما قلت هي تخصصية للذبحة الصدرية. طبعا هي حاجة الميدان شكل ما نقول. نحن بعد دراسة مع أطباء القلب والخاصة بديناها في الجلسة الصدرية، صار فيها إقبال أو أنه تجاوب للمجتمع فيها، يعني في دعم لها مباشر. لو قلنا كيف المبادرة كانت أنقذ قلبا؟ أنقذ قلبا طبعا إحنا يعني حسب دراسة الإخوان في مستشفى دبي بديناها، يشوف أنه مثلا يوصلها 50 مريض ويحتاجون من يدخل للقسطرة مثلا، بس كلهم ما يقدرون يدخلون، ممكن يكون 10 مغطايين عن طريق الإنشورنس أو ما يقدر يغطي أو هذا.
فصارت الفكرة نحن نعمل باقة متكاملة من القسطرة إلى تأهيل القلب بعد القسطرة إلى تصوير القلب بعد هذا زيارة الدكتور مرة أو مرتين وتوفير أدوية لمدة 6 أشهر. على أن المريض هذا طبعا إذا دخل البرنامج هذا إن شاء الله يعني يعدي المرحلة هذه. الحمد لله النتائج يعني إيجابية بشكل كبير من المريض اللي ممكن يستفيد ماله يفكر أنه شفرة يقول له تعالج بلادك ما يقدر يستفيد يعني في الفترة اللي جاية يعني يشتغل حق عياله ويصرف لهم. نحن نظرنا لنظرة شمولية أكثر أن المريض هذا إذا تعافى بيرجع يشتغل في البلاد بينتج يعني بيستفيد وراء عياله بيستفيد منها. فكانت الحمد لله أن تجاوب المجتمع لنا كان كبير. المرضى اللي طالعين كانوا طلعوا بشكل نقول نحن يمكن عدد كبير منهم استفاد من الخدمة هذه. فهذه فتج أو باقة معينة أطلقناها في 2017 و2018 والحمد لله العدد كبير استفاد منها خلال يعني المرحلة 18-19. نقولهم بالأرقام شوي عشان نفهم شو حجم كثر مبادرة ضخمة. يعني إحنا مبادرة القلب الحمد لله نقدر نستفيد منها خلال 2018 80 حالة يعني بشكل عام يعني. وطبعا تكلفة الحالة يعني تقريبا 30,000 درهم. فالحمد لله قدرنا نستمر خلال العامين هذيلا أن نغطي أكثر عدد ممكن يعني خلال السنتين هذي. ونتوقع على نهاية السنة بيطلع لنا رقم السنة أكبر إن شاء الله. عندنا العيادة التطوعية أو عيادة الخير هذه اللي أطلقناها وهي مستشفى لطيفة للحالات اللي هي مدام مستشفى لطيفة يعني ارتبطنا بأمراض النساء نحن ركزنا علينا وبديناها بحالات معينة أو يعني خدمات معينة وطورناها في 2019 أنها تشمل حتى بعض العمليات مثل الأورام مثل العمليات الخاصة بالنساء. فصار أن الفتج كان يعني بمبلغ معين وصلنا حتى بين 35 أو 37 اللي هي تكلفة عملية إزالة ورم وعمليات تختص بالنساء يعني. فاستفاد عدد كبير يعني خلال السنتين هذيلا من المرضى ممكن هنا العيادة التطوعية استفاد منها لأنها تخصصية أكثر فيمكن استفاد من أكثر من 20 حالة في فترة 2018 ونتوقع إن شاء الله لما نكون غطينا عدد كبير السنة. واستمرارية دليل الاستمرارية أن تجاوب المجتمع لدعمها يعني. ممتاز أخي كان مسؤول مبادرات مالتكم ضخمة ومبالغة ما شاء الله كبيرة. كيف تتم دراسة الحالات واختيارها؟ طبعا احنا عندنا رحلة المريض تبدأ من الأخصائي الاجتماعي أو من الطبيب في البداية أن يقرر أن الحالة تحتاج تدخل أو تحتاج هذا في نظام الباقات اللي سويناها أو الباقات العلاجية هذه أنه نشرك الطبيب والأخصائي الاجتماعي والمحاسب مثلا في العملية هذه على أساس أنه تسلسل يكون من الطبيب يقرر المريض هذا يحتاج إلى مثلا قسطرة سريعة أو أنه يحتاج يدخل العيادة التطوعية لظروف معينة لعملية من ظروف المادية مثلا. طبعا الأخصائي الاجتماعي تقرر عقب بعد دراسة الحالة وجمع المستندات الرئيسية تقرر أن المريض هذا لازم يدخل في المبادرة هذه تتحول عنا نحن كمكتب وإحنا هنا نأخذ القرار فيها أن يعني أبدأ العملية. فهذه كلها تأخذ في نفس اليوم يعني يميز فيها أن الباقات هاي أنك أنت عارف أنك حاط لها فتج يعني يحتاج أنك تقول لا وانتظر أدرس الحالة فنأخذ القرار في نفس اليوم يعني. فصارت أن رحلة المريض يعني بأسرع وقت ممكن نقدر نغطي به الباقة العلاجية يعني. ممتاز. شو بعد عندكم مبادرات أخرى؟ طبعاً إحنا تكلمنا عن إن إحنا اللي أطلقناها السنة اللي هي أنقذ حياة وهي تختص بمرضى الكلى بس بطريقة ثانية اللي هي مش تسهيل الكلى فقط أن المريض يحتاج له تركيب قسطرة دائمة من هذا. فحسب رأي الأخوات أو الدكاترة في مستشفى دبي في قسم الكلى أن المريض إذا يتحقق القسطرة المؤقتة ممكن يحتاج لأربعة أيام يجلس في المستشفى عشان تعمل له الغسيل وهذا. فصار أنا كنت بتكلف المستشفى سرير بتكلف المريض
أربعة أيام تراقبه في المستشفى، وصار توجهنا نعمل فتج أو باقة لمرضى الكلى أن يركب له الجهاز الدائم هذا الجاهز لغسيل الكلى إن كان داخل الهيئة أو خارج الهيئة حسب إمكانياته في التأمين والشهر. فصار الباقة أو التأمين التكلفة هاي تكلفة 13,000 أن تركب الجهاز دائم مع طبعا التحاليل الأساسية اللي هي تأهل أن يكون يدخل غسيل الكلى اللي هي الأمراض المعدية والكبد والشهري، وعقب تحوله على أنه تعمل غسيل الكلى لمدة 5 أيام عشان تطمن أن القسطرة اللي ركبتها تشتغل هذا، ويطلع بعد الفترة هذه جاهز لغسيل الكلى في أي مكان يعني مكان في الأرض. يعني هاي باقة متكاملة نحن نسميها، ونحن بدينا نفكر في هذه أنك أنت ما مجرد أن بعمل غسيل ويطلع، لا لازم تفكر لأنك أنت بعد الغسيل أو بعد الحقنة في الكانسر أو العلاجات هذه شو المرحلة اللي قبلها. صحيح أخوي سالم على السريع، بس حد حاب إنه يشارك معاكم أو يتبرع ما شاء الله عندكم أكثر عن برنامج، كيف طرق التواصل معاكم عشان حد حاب يتبرع؟ وطبعا احنا يعني يا اما يكون اذا هو موجود في المستشفى او حاب يكون في المستشفى يقدر يتواصل الى الخدمه الاجتماعيه في المستشفى، الاخوات هناك ممكن يحولونهم لنا او انه يقولوا له شو الطريقه الامثل للتبرع مباشره لحالات معينه او لطبقات معينه من اللي موجوده عندنا. ممكن يتبرع جزء من قيمه الباقه يعني هو مفتوحه طبعا، لانك انت بس انك مجرد نيتك مثل العمل الخيري الله يفتح الواحد ويتبرع فيها يعني. أو أنه مكتب شمبير الصحة، نحن موجودين في المكتبة الطبية الحالية، المكتب موجود وممكن تواصل يعني مباشرة ونقول له شو طريقة التبرع أو التواصل. ممتاز. ونحن ما ننسى الجانب الاجتماعي في مبادراتنا، يعني دائما يكون في مصاحبة لهذه، مثل في بداية السنة احنا اطلقنا اللي هي شنطة الإسعافات الأولية بالتعاون مع إدارة الهندسة، فكان في عدد من الشنط الإسعافات الأولية فسوينا فيها مشروع ان احنا وزعناها على الطلبة في المدارس، على المعيات الخيرية، على مثلا اللي يدربون في مدارس التعليم السيارات ان يكون عندهم شنطة بسيطة فيها إسعافات أولية. عندما نوزع ل 4,000 شنطة استفاد فيها عدد كبير من الناس. من ضمن الفعاليات اللي سويناها خلال 2019 في عام التسامح بعد بالتعاون مع اللجنة الرياضية في الهيئة اللي هي مسيرة التسامح، وكان فيها عدد كبير مشارك، يعني احنا كنا جزء من التنظيم أو الفعالية نفسها. أنا شاكر لك أستاذ سالم بالناحد مدير مكتب صندوق الصحة، ما شاء الله الحديث يطول عن مبادراتكم وخدماتكم، والله يقدركم إن شاء الله دائما على سبيل الخير. وهذه رسالة نوجهها للجميع اللي حاب يتبرع ما شاء الله، مثل ما ذكر أستاذ سالم ما شاء الله الحالات دارسينها عدل، فواحد عارف إنه لما يحط بيزاته أو يتبرع راح تروح فعلا لعمل الخير والناس فعلا محتاجة، وأهم شيء إنه يقدر هالإنسان يرجع لحياته وشغله ويعول عائلته بدل ما يكون عالة عليهم يكون معين لهم. شكرا لك استاذ سالم لتواجدك معنا ونهارك سعيد. شكرا. احنا وصلنا الى ختام برنامج صحة سعادة اليوم، شكرا لك ايمن فرحيك معي في الاخراج، شكرا لك جميلة المركز معي في التنسيق، وهذه محادثتكم بالدكتورة ندى الملا، الى ان نلقاكم ان شاء الله بالحياة باكر، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.